بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلته ونرحب بكم، ونبدأ حيث بدأ المؤلف رحمه الله تعالى. نبدأ هذه الحلقة حيث بدأ المؤلف كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ على بركة الله القراءة في هذا المختصر المبارك، وهو زاد المستقنع في اختصار المقنع. والمقنع هو كتاب عظيم النفع ومرجع مهم في مذهب الإمام أحمد. ألفه الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الدمشقي، من أكبر علماء الحنابلة في القرن السادس الهجري وأول القرن السابع. له مؤلفات مشهورة في المذهب، أولها عمدة الفقه، اقتصر فيها على قول واحد للمبتدئين في طلب العلم. الثاني كتاب المقنع الذي نحن بصدد مختصره، يذكر فيه روايتين في المسألة عن الإمام أحمد أو أكثر أحيانا، لكن بدون ذكر الدليل وبدون ترجيح، من أجل أن يتمرن طالب العلم على معرفة الراجح من المرجوح بنفسه. ثالثا كتاب الكافي، يذكر فيه الخلاف مع أدلته ويبين القول الراجح غالبا. رابعا كتاب المغني، وهو موسوعة فقهية عظيمة يذكر فيه فقه السلف وفقه المذاهب الأربعة بأدلته ويبين القول الراجح في الغالب. أما مؤلف الكتاب الذي نحن بصدد القراءة فيه، وهو زاد المستقنع في اختصار المقنع، فهو شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي الدمشقي، من كبار علماء الحنابلة في القرن العاشر الهجري. من أهم مؤلفاته في المذهب هذا الكتاب، وهو مختصر المقنع، الذي صار طلبة العلم كثيرا ما يدرسونه على المشايخ ليكون مدخلا لهم إلى علم الفقه. ثانيا كتاب الإقناع في مجلدين ضخمين، وهو أحد
الكتابين اللذين عليهم اعتماد المتأخرين من الحنابلة، والكتاب الثاني هو المنتهى لابن النجار الفتوحي المصري. وقد بدأ المختصر هذا المختصر ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز وهو القرآن، حيث بدأ الله القرآن أو كل سورة من القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم في رسائله وفي مجالسه، وكان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في رسائله التي يرسلها في الدعوة إلى الله عز وجل، إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله عز وجل. وكما كتبها سليمان عليه الصلاة والسلام في رسالته إلى بلقيس ملكة سبع، كما ذكر الله تعالى عنه ذلك في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم بعدما أتى ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا بد قبل أن ندخل في موضوع الخطبة أن نتكلم باختصار عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور، الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين أو أتبرك بسم الله. والاسم من السمو وهو الارتفاع، أو من السمة وهي العلامة، والمراد هنا كل اسم لله عز وجل، لأن الاسم إذا أضيف يعم، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى، فهو يقول أستعين أو أتبرك بكل اسم لله من أسماء الله عز وجل. والله جل وعلا له أسماء كثيرة لا يعلمها إلا هو، قد قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والله لفظ الجلالة هو من أسماء الله عز وجل، هو من أسماء الله عز وجل، بل هو أعظمها. والله معناه المألوه المعبود من الألوهية، وهي العبادة. الرحمن الرحيم اسمان يتضمنان الرحمة، وهي صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله، والرحمن أعم من الرحيم ولذلك قدمه، وقالوا الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. قولكم يا شيخ في بسم الله أنه متعلقة بأستعين أو أتبرك، فإن قيل أبدأ صحيح، أو المفترض أن يتصور يعني ينوي المسلم أنه يقول أستعين أو أتبرك بسم الله، يصح أن يقول أبدأ، ولكن
كون الفعل المقدر أستعين أو أتبرك أحسن. أحسن الله عليكم. نعم. طيب. ثم قال المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، كذلك بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ القرآن بالحمد لله رب العالمين في أول سورة الفاتحة، فينبغي البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بعدها بالحمد، والحمد معناه الثناء، أي جميع المحامد لله عز وجل ملكا واستحقاقا. الحمد لله. الثناء عليه سبحانه وتعالى بصفاته وأفعاله وجميع ما له من الأسماء الحسنى، فهو يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد لأفعاله، فهو المستحق للحمد على الإطلاق، لأن كل النعم منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. رب العالمين، الرب معناه المالك والمدبر والخالق والمتصرف والسيد والملك، كل هذه بمعنى الرب. والعالمين جمع عالم، وهم كل من سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات، فهو مربيها وربها وخالقها ومدبرها سبحانه وتعالى. قوله حمدا لا ينفد، أي حمدا لا ينقطع، لأن أفعاله سبحانه وتعالى الجميلة لا تنقطع في الدنيا ولا في الآخرة، فالحمد متصل له سبحانه وتعالى دائما وأبدا. أفضل ما ينبغي أن يحمد، أي أكمل الحمد وأتمه لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. نعم. بعد ما يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم ويأتي بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، يأتي ثالثا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله على عبده، صلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، صلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الناس كذلك الصلاة بمعنى الدعاء. قال الله تعالى: وصلي عليهم، أي ادعو لهم. على نبينا محمد، هذه صفته صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة، وهي أعظم صفاته عليه الصلاة والسلام. محمد اسمه صلى الله عليه وسلم، ومعنى محمد كثير المحامد، وأسماؤه صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها أحمد كما في قوله تعالى عن رسوله عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، يعني محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه. فاسمه أحمد واسمه محمد، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام. ومن أراد الاطلاع على ذلك
ومعرفة ذلك فليراجع كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم، فإنه وضح ذلك وجلاه وبينه. وأفضل المصطفين، المصطفين جمع مصطفى، والمصطفى هو المختار، فالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم مختارون من الله عز وجل، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال تعالى: وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالمصطفين جمع مصطفى وهو المختار على غيره، لأن الله اختار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بين سائر الخلق، وهم أفضل الخلق، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أفضل المصطفين، أي أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. قولكم يا شيخ الملأ الأعلى الملائكة؟ الملأ الأعلى الملائكة. نعم. نعم. وذكر الله العبد في الملأ الأعلى أو ثناؤه عليه فيه أن يذكره عند ملائكته؟ نعم، أن يذكره باسمه عند ملائكته إكراما له. وقوله: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، هم الملائكة أيضا؟ نعم. أحسن الله إليكم. أحيانا فضيلة الشيخ ربما يبدأ بعض المتحدثين في المجلس أو المحفل ببسم الله ثم يثني بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيتجاوز الحمد فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فهذا لا بأس به؟ لا بأس به، لكن أكمل منه أن يأتي بالبسملة وبالحمد. أحسن الله. هذا أكمل، ولو اقتصر على بسم الله أو اقتصر على الحمد لله فلا بأس بذلك. الحمد لله. نعم. قال: أما بعد فهذا مختصر. نكمل الصلاة. قال: وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. وعلى آله وأصحابه، آل محمد صلى الله عليه وسلم قيل هم أتباعه على دينه، فكل من آمن به من أمته فإنه من آله، فإذا تشمل الصلاة جميع المؤمنين. الحمد لله. وقيل المراد بآله قرابته عليه الصلاة والسلام، وهم من تحرم عليهم الزكاة. والصحيح الأول أن المراد بالآل عند الصلاة جميع أتباعه صلى الله عليه وسلم، وأما الآل في الزكاة فالمراد بهم أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وأصحابه آله من أصحابه، ولكنه خص وذكرهم منفردين لميزتهم وفضلهم، وإلا فهم داخلون في أصحابه. وأصحابه جمع صاحب أو جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج بذلك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يلقه، فإن هذا يكون من التابعين، مثل النجاشي رحمه الله آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو معاصر له لكنه لم يلقه، فيكون في عداد التابعين. وقولهم مؤمنا به يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولم يؤمن به، مثل الكفار. نعم. كثير من الكفار التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوه، ولكن لما كانوا كفارا لم يكونوا صحابة. وقولهم مات على ذلك يخرج بذلك أهل الردة والعياذ بالله، من آمن به صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، فهذا إذا مات على الردة تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله، كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها
خالدون. وأما من ارتد والعياذ بالله ثم تاب الله عليه وتاب ورجع إلى الإسلام فالصحيح أنه ترجع له أعماله التي قبل الردة ومنها الصحبة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، ويصلى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فضائلهم ومكانتهم في الإسلام، ولا يبغضهم إلا منافق أو ضال من ضلال المبتدعة. فالجمع بين الآل والأصحاب هذا فيه جمع بين الفضيلتين، الصلاة على آل الرسول، الصلاة على أصحابه، والواجب أن يقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كذا. أحسن الله إليكم. أو يقول صلى الله عليه وعلى صحابته، فيدخل فيهم أهل البيت. نعم. قال: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. أما بعد فهذا، أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وهي كلمة مأثورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومحادثاته وفي كتاباته عليه الصلاة والسلام، يأتي بأما بعد. وقيل إنها هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. والصحيح أن فصل الخطاب هو الحكم بالحق بين الناس، وليس هو أما بعد، لكن أما بعد مأثورة والإتيان بها أفضل. أما بعد فهذا، فهذا إشارة، إشارة إلى المؤلف الذي سيقدمه المؤلف لطلبة العلم. مختصر، المختصر هو المختصر من الكلام، هو ما قل لفظه وكثر معناه. والاختصار مطلوب، وكما يقال خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. ولذلك قد أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد أوتي جوامع الكلم، وهو أن يأتي بألفاظ قليلة تشتمل على معان كثيرة وعظيمة. فالاختصار مطلوب في المؤلفات وفي الخطب وفي الكتابات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. فالاختصار مطلوب مهما أمكن، لأنه أجمع للذهن، ولأنه لا يكلف السامع والقاري، فكل ما حصل الاختصار مع الشمول فهو أفضل، أفضل من التطويل. فهذا مختصر في الفقه. الفقه لغة الفهم، وشرعا الفقه فهم الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. والفقه علامة السعادة، قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه وهو الفهم عن الله والفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم يؤتيه الله من يشاء من عباده. مختصر في الفقه من مقنع الإمام، يعني من الكتاب المسمى بالمقنع، مقنع الإمام الموفق
وقد سبق أن بينا ترجمة هذا الإمام مختصرة. نعم. نبي محمد هذه كنيته، وإلا اسمه عبد الله ابن أحمد ابن قدامة. على قول واحد، أي أن هذا المختصر اقتصر فيه المؤلف على قول واحد في المذهب، ولم يذكر الروايات والخلاف، وذلك من أجل مراعاة المبتدي، لأن المبتدي ينبغي أن يعطى من العلم الأصول التي يستوعبها ولا تشق عليه، لتكون مدخلا لما بعدها. أما إذا أعطي الكلام الكثير والخلاف والمسائل وهو مبتدي، فإن ذلك يشوش فكرة، وبالتالي لا يخرج بفائدة. أما إذا ابتدأ من المختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات من الكتب، فإن هذه هي الطريقة السليمة في طلب العلم. وينبغي التنبيه على أن طالب العلم المبتدي ينبغي له أن يحفظ في كل فن من الفنون العلمية مختصر، ليكون مدخلا له إلى ذلك الفن، فيحفظ مختصرا في الفقه، ويحفظ مختصرا في الحديث، ويحفظ مختصرا في النحو، ويحفظ مختصرا في مصطلح الحديث، ويحفظ مختصرا في علوم القرآن وهو المسمى بأصول التفسير، فيحفظ من كل فن مختصر لأجل أن يكون هذا المختصر مدخلا له إلى ذلك الفن. وهذه طريقة تعليمية ناجحة، فإن العلماء من قديم الزمان إلى وقت قريب كانوا يعتنون بهذه المختصرات حفظا وشرحا وتوضيحا، لتكون مدخلا لما بعدها من العلوم. فإذا حفظ مختصرا في الفقه صار عنده مبدأ، وصار عنده ملكة يستطيع بها أن يتدرج إلى التزود من العلم. أما إذا لم يكن عنده مختصر يحفظه، فإنه لا يبدأ البداية الصحيحة ولو أتعب نفسه. ولهذا يقولون من ضيع الأصول حرم الوصول. هذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد. هذا من الأسلوب التعليمي الناجح، أن الطالب المبتدي يعلم القول الواحد، القول الواحد فقط، القول الواحد في النحو، القول الواحد في الفقه، القول الواحد في مصطلح الحديث، القول الواحد في أصول الفقه إلى آخره، ولا يفتح له الخلاف من أول وهلة لئلا يضيع. قال: وهو الراجح في مذهب أحمد. وهذا أيضا من الطريقة التعليمية الناجحة، أن طالب العلم يختار له القول الراجح، الطالب العلم المبتدي يختار له القول الراجح بالدليل. الراجح يعني من حيث الدليل، فيلقن القول الراجح ولا يلقن القول المرجوح، لأجل أن ينشأ على معرفة الراجح من أول الأمر، ولأجل أيضا ضمان الوقوع في الخطأ. على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، الراجح في مذهب أحمد.
هكذا قال رحمه الله، وليس بلازم أن يكون كل ما في هذا المختصر هو الراجح في مذهب أحمد، فهناك أقوال في هذا المختصر مرجوحة، ولكن هو الراجح حسب ظنه رحمه الله. ولكن الحمد لله أن الأقوال المرجوحة في هذا المختصر قليلة، الحمد لله، وأغلبه كما قال على القول الراجح. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون، حيث انتهى وقت لقائنا هذا، نستأذن فضيلة الشيخ ونستأذنكم على أمل أن نلتقي بكم في حلقتنا القادمة إن شاء الله، ليكمل لنا فضيلته شرح مقدمة مؤلف هذا المختصر. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.